أعلن نادي الشباب السعودي عن توصله لاتفاق مع سامي الجابر لقيادة الفريق لمدة 3 سنوات. حسم الصفاقسي كلاسيكو الدوري التونسي أمام الترجي بهدف دون مقابل ضمن الجولة 27. من جهته واصل النجم الساحلي تصدر الترتيب بفوزه على الترجي الجرجيسي بهدف دون مقابل. أكد ريال مدريد الإسباني أن المدافع رافائيل فاران سيغيب عن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد.